المجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. اليوم 11 مارس نحتفل في هذا الوطن العظيم بيوم غالي على قلوبنا جميعا، ومن الأشياء الجميلة فيه والراسخة أننا أول جيل يحتفل بهذا اليوم الذي سيتوالى لسنوات قادمة ولأجيال قادمة. نقول كلمة واحدة، بل هي دعوة، لو قلنا أن بنوصف بشكل أكبر: اللهم أدم هذا العلم شامخا إلى السماء، فلا مكان يليق فيه غير السماء. دمت يا وطني عزيزا، نفخر بك وبازدهارك وتطورك. حياكم الله أعزائي المشاهدين، معي أنا زياد الشهري في البرايم في زد رصيدك من نسخته الثامنة، هالنسخة اللي كلها حماس وكلها عطاء، ولو عطيناهم فوق الوقت زيادة قدموا لنا أشياء أعظم. بيض الله وجيهكم يا نجوم. باسمي واسمكم أرحب بلجنة التحكيم الدائمة معنا الدكتور نايف خلف. يا هلا وسهلا يا دكتور. يا هلا وسهلا واهلا بك، وانا اثني على كلامك بان فعلا نرفع اسماء ايات التهاني بهذه المناسبة يوم العلم الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد والى الشعب السعودي والمقيمين على ارضه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعز هذا العلم وان يزيده شموخا وعزة ورفعة باذن الله تعالى. اللهم امين، يقول القلب امين قبل اللسان. دكتور نايف رشدان يا هلا وسهلا. حياكم الله. ساكتفي بأبيات. تفضل يا دكتور. على وطن الآفاق تنهال أنعم، وللعلم الخفاق تنداح أنجم، وما راية الأمجاد إلا شغافنا، وما خفقة الرايات إلا ترنم، نعب من الآمال في خطونا رضا، فيختال من نبضاته القلب والفم. سلمت يا دكتور. دكتور نايف مطر يا هلا وسهلا ومساء الخير للجميع. انا بقول بيت للامير خالد الفيصل، يقول في بيته: شعارنا سيفين امن وعداله، ونخله نمو والدار علو قامت. يا سلام يا سلام، صح لسانه. لان اصلا دائما علمنا مختلف عن الكل. صح لسان القائل والناقل يا دكتور. شكرا لجنة التحكيم، هذه مشاعرنا اللي تنطق بها القلوب، ولو كشف عما في الصدور لكشف عن عجب العجاب، حبا وفخرا ودفاعا وحماية عن هذا الوطن وكل ما يمثله من رايات عز ومن تاريخ ومن ماضي وحاضر ومستقبل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أسبوع كامل مليء بالأحداث، أحداث كثيرة لخصناها لكم في تقرير حنشوفه ونرجع، لا تروحون بعيد. يلا يلا.